الاعلامي للسلام على طول، وده بقى له 3 سنين. وعشان كده نقينا الاسبوع ده ان احنا نتكلم على سبع مواضيع مختلفه. الموضوع الاولاني اللي احنا اتكلمنا فيه طبعا ان احنا عايزين، كان في اول يوم من الاسبوع العالمي، خلوني اقول لكم الاول ايه 3 مواضيع التانيين قبل ما نخش على موضوع الاسبوع العالمي للسلام على الطرق. اول موضوع اللي هو هيكون الاسبوع العالمي للسلام على الطرق بتاع اليونايتد نيشنز رود سيفتي ويك. تاني حاجه هنتكلم على اخر خطط او اخر حملات الاعلانيه بتاعه شركات العربيات اللي بيع العربيات، عشان عايزين يصرفوا العربيات بتاعتهم. فهنتكلم على النقطه دي. في ناس طبعا شافوا اكيد الحملات الاعلانيه اللي شغاله في التلفزيون دلوقتي بتاعه شركات العربيات اللي بقوا بيأجروا عربيات مش بيبيعوا، ومركزين قوي الحته دي. وطبعا التوقيت بتاعها توقيت طبعا ذكي جدا، عشان المغتربين اللي جايين عايزين طبعا ان هم لو طالما المغتربين مش هيشتروا عربيات زيرو، على الاقل يأجروا من عندهم، يعني اي حاجه تمشي الدنيا. هحكي لكم ايه شركات العربيات اللي موجوده في مصر، ايه شركات عربيات اللي عندها اصلا شركات ايجار، عشان انتوا برضو تبقوا عارفين الحته دي يعني. وهنتكلم ده الموضوع التاني. الموضوع التالت هنتكلم على الصبيان، ماشي؟ طبعا موضوع